لله امتحان النهارده اي سي ال اول مره في مصر. دخلت امتحان اي سي ال وخلصت الحمد لله، وباذن الله يعني النتيجه والدرجه تبقى كويسه جدا ان شاء الله. يعني الناس هنا متعاونه جدا، والجوده في الخدمه كويسه جدا، وفي المعامله وفي المعامله كمان مفيش اي ضغط خالص، ولا في اي اضطرابات، ولا في اي حاجه. حتى في الطالب الاخير بتاع الامتحان اللي هو التحدث، يعني جوه بيمتص غضب الواحد اصلا. شركه محترمه جدا، لو انت فعلا بتفكر كممرض او بفليجه او تعمل اوس بيلدونج او معادله في المانيا، ما اقدرش، مفيش مكان تاني في مصر يقدر يخدمك في الموضوع ده غير شركه كيلنت بصراحه. يعني من اول تجهيز، من اول تعليم اللغه من البدايه خالص، تجهيز الامتحان، سجل في الامتحان، ترجمه الاوراق بتاعتك، تحضير الاوراق بتاعتك. طبعا غير المعادله للشركه، الفرع الشركه في المانيا بجد ولا سهل صراحه الامتحان في مستوى الطالب اللي مذاكر بمعنى اصح. فنصيحه مني يعني للي حابب يمشي في مجال او يخوض في تجربه السفر لالمانيا كممرض او يعمل معادله هناك، حضرتك قدامك حل، هو حل واحد مفيش غيره، شركه كيرلند ان شاء الله تقدر تحقق لك الحلم ده. احنا لما دخلنا الامتحان اتفاجئنا، الامتحان كويس جدا، الامتحان مستواه بي اينس جد، مش اصعب مش اسهل، الامتحان بيقيس المستوى اللي انت مذاكره، هو ده اللي انت هتلاقيه. الممتحنين بيطمنونا، الاسلوب كده كويس بشوش، في راحه نفسيه في المكان. يعني اي حد عايز يسافر، اي حد عايز يروح يخلص امتحانه بتاع الالماني ويخلص، بجد بجد الاي سي ال جميل جدا، وبجد روح الشركه كويسه جدا. وفضلهم برضك، انا خدت كورس تحضير الاي سي ال، بجد كان كويس جدا، ساعدني كتير وفادني كتير. مجهود الشركه بصراحه اكتر من رائع، من البدايه لحد النهايه، لحد هذا الان. تمام، في البدايه ادانا هير عبد الفتاح بذل معانا مجهود رائع، وانا من هنا انا حابه ان انا اشكره جدا. والحمد لله النتيجه كويسه، ولسه خارجه من امتحان الاشبيغيشن دلوقتي. الامتحان كويس جدا، وحتى طايل الاشبيغيشن اللي كلنا بنخاف منه في متناول الجميع. مساء الخير، انا ميار هشام حسن من اسوان، انا من عملاء كيرلاند من حوالي 9 شهور. انا حاليا في البي اينس، لسه خارجه من الامتحان. الامتحان جميل جدا، اسهل من ما كنا نتخيل. حضرنا 15 يوم، كان التحضيري جميل جدا، التيم كامل ساعدنا، وكله سعى ان احنا نبقى في هدوء وان التوتر ده يروح مننا خالص. بالفعل ده حصل، والحمد لله خلصنا دلوقتي البي اينس، والحمد لله الامتحان كان جميل جدا. ونشكر الفريق كامل، هير محمد البحيري، هير حامد، وهير مودي، وطبعا كل العملاء. المكان كويس، شركه محترمه جدا، متعاونه جدا، ومبسوطين من الامتحان. الاسلوب كده كويس بشوش، مبسوطه وفرحانه. شركه محترمه، امتحان فوق الفظيع، اكتر من رائع، 100 100 يعني، هايل جدا. شكرا لكيرلند.